صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم نهار الجمعة 5 آب 2016، عالم صباح جديد وفقرات جديدة من هلأ ولغاية الساعة 1 إلى 3 تقريبا بتوقيت بيروت. اليوم أكيد مثل كل نهار جمعة لانتقالنا من بعدها لنكون مع وقائع صلاة الجمعة من مكة المكرمة. اليوم وإذا واحد بيفكر تقريبا بلش الأسبوع يشارف على نهايته بلبنان، أكيد اليوم فرصة بالدول العربية، إنما إذا واحد بيفكر كمان مرة تانية برجع بيقول إنه السنة عم تخلص. تخيلوا نحن هلا بشهر 8، امتى الواحد بيفكر انه الايام عم تركض ورا بعضها، الاشهر عم تركض ورا بعضها؟ لهالسبب دائما بنقول لكم جربوا تخلصوا اموركم، دائما جربوا تستفيدوا من كل نهار بيقطع عليكم، النهار اللي بيقطع ما بيرجع غيره، دائما عيشوا اللحظه انبسطوا فيها، عيشوها للاخر ودائما فكروا انه بكره رح يكون بعد احسن. خلينا واحد اكيد يفكر بالايجابيه، دائما يبتسم، يعدي الباقيين لانه هو بينبسط كمان بس يشوفهم عم يبتسموا له بالمقابل. وكمان كنا عم نقول من كم يوم انه تموز كان اخذ مجده بس الهيئه كمان قاب رجع ياخذ لقبه لانه ما عم بيقصر كمان ابدا بالحراره المرتفعه وكمان الرطوبه اللي عم بتكون كثير عاليه. على كل الاحوال اليوم محطاتنا عديده، عنا اليوم هاديه، عنا كارلا مايا اليوم بحلقتين تقريبا بين الحديث عن مواضيع متعلقة بالشركاء وأيضا بين اتصالات المشاهدين. أيضا رح يكون عنا ضيوف باستوديو عالم صباح بالسينما رح تقطع كمان اليوم معكم. وأيضا رجع لنا الشيف عبد الله. صباح الخير شيف. صباح الخير إليك غيدة ولجميع المشاهدين. صباح التفاؤل هذا الحلو اللي هيك قلتي أنه معك حق، ما لازم نزعل ونجرب نبعد عن الحزن لانه نهار اللي بيروح عم بيروح من عمرنا والعمر عم يمرق كثير بسرعه. بسرعه كثير. كثير بسرعه. نحن سعداء فعلا برجعتك معنا على عالم الصباح، واكيد اليوم عندنا اطباق هيك منوعه فارد كل السفره قدامه شيف عبد الله. شو عندنا اليوم تقريبا؟ اليوم لانه بتعرف نهار قصير مثل ما كنت عم تقولي، اليوم حنعمل المحمره وحنعمل الدجاج المشوي على الطريقه التركيه. اها اوكي. راح نكون اكيد مع اول محطه بعالم صباح مع كارمن والابراج. صباحكم بالخير، يوم الجمعه 5 آب اغسطس، اليوم القمر مرافقنا بعده لليوم الثاني على التوالي من برج العذراء الترابي، والاجواء بعدها جيده جدا للابراج الترابيه، موالي برج العذراء، موالي برج الثور وكذلك الجدي. كيف راح بيكون نهارنا؟ بنبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل حاول تدخل اشخاص قريبين عليك بتعزهم لحتى يقدروا يساعدوك، يمكن اليوم يكون عندك بعض القلق تجاه احد افراد العائله او تجاه شخص انت بتعزه، المهم اليوم نهار طويل، بعض مواليد برج الحمل يطلع على بالهم اليوم انه يهتموا بامورهم الصحيه. الاكثر حظا مواليد 18 و19 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور بالك بيطمن، من امبارح الاجواء عم تتحرك بطريقه ايجابيه بتفيدك، الجو اليوم حلو، الجو بيسليك، الجو بيدعمك، والجو بيعطيك حقك. بتبقى المواليد الاكثر حظا 13 14 و15 ايار مايو. بننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء حاول انه تخلي الوضع من حولك رايق، يعني ما تفش خلقك باقرب الناس لك بالمكتب او بالبيت، حاول انه انت تنتبه لغيرك، حاول انه انت ما تعصب عليهم، طول بالك عليهم، كون صبور اكثر. بتبقى المواليد الاكثر تعبا 31 ايار مايو و1 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان هذا نهار سريع، سريع الايقاع. هيدا نهار بيسمح لمولود برج السرطان انه يتكيف مع الامور بسرعه بسبب سرعه البديهه يلي عنده اياها. مفاوضات مفروض تكون جيده، الامتحانات ما بنخاف عليها، قادر انه فعلا انك تطلع باجوبه وتطلع بافكار ذكيه جدا. الاوفر حظا 19 و20 تموز يوليو. بنكمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد الجو اليوم بيطلب منك انك تكون فعلا حافظ، يعني دارس منيح، متمكن من القوانين وعارف حالك وينك، حافظ وعارف حالك شو وضعك. الاجواء اليوم معقوله تاخذ منك لكن بالوقت نفسه فيك انت تسرد حقك، وبتقدر اذا انت كنت جاهز انت فعلا بتقدر تتقدم ويكون عندك مكاسب. بعض مواليد برج الاسد اليوم بيفرحوا بتقدير بكلمه حلوه اتجاههم. الاكثر حظا هن 21 و22 اب اغسطس. بنكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء القمر موجود ببرجك،
مثل ما شرحنا امبارح الأجواء إلى حسم بعض المسائل إلى غربلة وإلى أخذ بعض العبر. الجو اليوم بيسمح لمولود برج العذراء يطلع بنتائج ويطلع بخلاصة وأيضا ياخذ قرار أو خطوة معينة. اليوم وكأنه هيك في ضوء أخضر بيعطيك مجال لحتى تاخذ فرصة كثير مهمة. 15 ل17 أيلول سبتمبر هو الأوفر حظا. منكمل مع برج الميزان. الوضع المولود برج الميزان pending، يعني ما في لا تقدم ولا تراجع، بالعكس تماما، يمكن حتى يكون في شيء عم بيشدك لورا. انتبه مولود برج الميزان ما تخسر، انتبه ما تفشل، انتبه ايضا ما يصير في التباسات، وانتبه ما تضيع اغراضك. الاكثر تعبا مولود اكتوبر بشكل خاص 17-18 اكتوبر. منكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب نهار جيد جدا، هيدا نهار بتبين فيه بأحلى حلة. اليوم مولود برج العقرب هيدا نهار بيسلط الضوء على قدراتك الإدارية والاجتماعية يلي بتقدر أنت اليوم فعلا تكون شخص عنده سكسي، فاشتغل على هالنقطة بتقدر توصل. لكن ضلك حذر، ما فينا ما نحذر مولود 22، يعني آخر مولود برج العقرب ينتبه، بدنا نحذره ينتبه ويتجنب السرعة والمجازفات. منكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس نهار متعب متطلب، هيدا نهار بيطلب منك تكون فعلا جاهز 100%، هيدا نهار بيطلب منك انه انت تسيطر ايضا على اعصابك، تنتبه، كلمات برات الموضوع، ملاحظات برات الموضوع ما لها لزوم ابدا اليوم. هيدا نهار يا ناجح يا فاشل، فحاول انه انت تكون من الرابحين. كون حذر 22 ل 24 نوفمبر، بعد عن السرعة والمجازفات. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي انت اليوم شخص قادر انك تلاقي التوازن، قادر انك تلاقي حالك بمحيطك، قادر تتصالح مع ذاتك، قادر تتصالح حتى مع اخصامك. الجو اليوم ايجابي بيسمح لك تغير توجهاتك، مسارك، تغير الامور، تغربلها على ذوقك، ما في حدود ابدا لطموحاتك. الاكثر حظا 12 ل 14 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو هيدا نهار بعدك ماشي فيه، صحيح مزعوج ومتضايق، لكن يمكن انت بتقدر بهيدا نهار توظف كل طاقاتك الاجتماعية والإنسانية لحتى انت فعلا تاخد اللي بدك اياه وتسيطر على الأمور بطريقتك، لكن حاول انه ما تفرض رأيك على الآخر، بدك تعرف تشتغلها بطريقة كتير لبقة ودبلوماسية، خاصة إذا عم تتعاطى مع أشخاص يلي ما بياخدوا بيعطوا كتير، وبالتالي من المستحسن انك تكون اليوم شخص فليكسبل. الاوفر حظا 17-18 شباط فبراير. منكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت امبارح كان نهار بيعمل مشكل، في اليوم وبعد في بكرة، وبالتالي مطلوب منك انك تكون كتير صبور، بدك تتفهم الاخر او بالنتيجة بدك تحاول انه ما ترد على الاخر، يعني ما تكون ضحية الاستفزاز والانفعالات. الاجواء اليوم تحمل لمولود برج الحوت شغل كتير، ومضطر انك تشتغل مع شخص، مع زميل لإلك او مع شخص ما بتعرفه. الاجواء متقلبة، سيطر عليها. الاكثر تعبا 1-2 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة، يمكن تقدم لك مكافآت، يمكن تقدم لك ميداليات تكريم، يمكن أيضا هيدي السنة تمتحنك، وإذا ما أنك جاهز معقول يكون في شوية تراجع، فحاول أنك تكون من الرابحين. آب أغسطس ديسمبر أبريل أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. رح نتابع بعد لحظات محطاتنا، هادية بتكون معنا على الموضة، خليكن معنا.